طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحلام كتيرة نحاول نحققها، بس مش معنى أننا هنفشل في تحقيقها أننا فشلنا. لابد ألا نتوقف عن المحاولة، ده الأساس بتاعنا. كيف بدأت فكرة هذا اللقاء أو الملتقى؟ وإحنا رفضنا نسميه مؤتمر، رفضنا نسميه مؤتمر. فكرة بسيطة جدا، أنا بعتبر نفسي أن أنا أحد متطوعين في الوكالة. كل ما أجي اليمن، كل ما أجي اسطنبول أروح عندهم. وقبل كده كنت من أحد المتطوعين في القضية السورية سنة 2011، وما زلت طبعا، بس هم خلاص الحمد لله بسم الله مش هم دلوقتي أصبحوا أساتذة. يعني أنا لما أسمع الكلام خالد وكلام محمد نجم وكلام جمانة وكلام نجلاء وكلام خولة وكلام علاء وكلام أشرف مسلم، أنا بتكلم على الجيل اللي هو إيه، الجيل الصغير اللي زي أنا وإنتي. أما أشرف ده عجوز. ها؟ أنا مش فاهم، مش سامع، بتتكلم إنجليزي أنت ولا إيه؟ فاحنا بقالنا دلوقتي 11 سنة بنحاول نلملم جراح ما كانش لنا أصل فيها. مش عارفين نروح ليبيا، مش عارفين نروح السودان، مش عارفين نروح اليمن، مش عارفين نروح سوريا، مش عارفين نروح الصومال. بنلملم. احنا زي الأم اللي عندها 50 ولد او طفل وشردوا منها لانهم خافوا، فبتجري وراهم في كل حته عشان ترجعهم. ما عندهاش امل انها ترجعهم، لكن عندها امل انها تشتغل. فاحنا الام. فكره لما بدات الامكانيات تعتبر بسيطه واقل من البسيطه. يمكن لو قلت لوامي لكم بدانا نعمل ايه، والشباب اللي انا قلت عنهم فاطمه وهاجر وام وزكريا وزوم 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 ميتنج عشان ما عندناش فلوس نتكلم مع بعض نقعد مع بعض. فبالامكانيات البسيطه دي ربنا، نرجع للنيه اللي اخونا اتكلم فيها، ربنا هو اللي سبب نجاح هذا الملتقى. لا فضل لاحد منا فيه على الاطلاق. حذاري انكم تنسبوا النجاح لشخص. حذاري. هذا اللي ده بعد كده بيتحول لعبودية وتكلس مؤسسي أو تجبس مؤسسي أو ركود مؤسسي، اللي هم الناس اللي يعيشوا طول عمرهم فوق وإحنا تحت. أبدا أنا شخصيا لا أزيد عن زيكو زكريا ولا عن البنات اللي أنا تشرفت بالعمل معهم. وأقول يكلمني وقام يقول لي احنا اصلنا 5000 دولار، اكلم المؤسسه في امريكا اسمها ايه، قول انت مش خايف؟ خايف من ايه؟ انت بتكلم يا جدع، اسمها ايه الحجاج اسمه ايه؟ بيور هاند. اقول له ابي بيور هاند، يقول لي نعم، اقول له اديله 5000 دولار، اللي حاضر من عينيا. نشحت ال1000 وال2000 وال5 وال10 عشان نعمل حاجه لو الناس شافوها هيقول لك دي مصروف فيها مئات الالاف من الدولارات. كانت سعاده السفير او غسان اتكلم عن مؤتمر القمه الانساني، عملنا فيه 39 ورشه في 36 دوله في سنه ونص، ما دخلناش منها ولا مليم. كان كلها بحب الجمعيات. ولما نقول لهم الامم المتحده معانا، لدرجة إني قابلت السفير المصري في سويسرا قال لي أنت الأرقام دي مضروبة. قلت له مضروبة ليه؟ قال لي إن ما حدش قادر يعمل حاجة زي 39 في 36 في سنة في سنة. قلت له إحنا ما قلناش ولا جمعية حولنا مال. إحنا كنا بندفع تذاكر الطيارة بتاعتنا وتذاكر اللي هو الإقامة بتاعتنا، والجمعية بتتكلف اللي هو حاجة القاعة. يعني ورشة العمل اللي انتوا هتعملوها يا امم المتحده بتتكلف 50 60 الف دولار، هي ال 5 6 الف بتوع الجمعيه اللي بتدفعهم.
فلما سمعت ان الامم المتحده جايه وقاعدين وبتطلع هنا وهنا, فسكت السفير لان ما تخيلش ان العمل في حاجه اسمها بركه, في حاجه اسمها اخلاص, في حاجه اسمها دعاء. انا دايما بذكر قصه اخونا اللي هو سلطان ابو سلمان. سلطان ابو سلمان كان من 10 سنين بيموت بسرطان في الحنجره, بيموت, عارف انت اثار والدكتور دخل لبنته ومراته انه خلاص انسوا ابوكوا. البنت رفضت انها تنسى ابوها, الام استسلمت قالت ابويا مش هيموت. لا يا بنت, لما انت بقى تقولي ما يموت ما يموتش, انا بقول لك اللي عند ابوكي مفيش, في غيبوبه وسرطان والعلاج فشل. اتصلوا بالمسؤول عن المخيم ام جرجور يا سعاده السفير في شرق السودان, قال لهم سلطان بيموت. كل المخيم قعد يدعي السلطان من صلاة الظهر لبعد صلاة المغرب. سلطان تاني يوم ربنا شفاه, سلطان عايش لغاية دلوقتي. فحذاري نحن نتعامل مع الفقراء بعلوية, أبدا, هم أصحاب الحق. ونبطل نستعمل كلمة مستفيدين, عيب قوي, عيب قوي نقول عليهم مستفيدين, هم اصحاب المال. عيب قوي خدت على اختي يمنية مش لقيت اكل ولادها ورق الشجر, او ابنها اتخطف منها, او سورية زي ما كانت اختنا نجلاء بتقول من اللي هم كانوا بيضطروا انهم يبيعوا نفسهم عشان ياكلوا ولادهم. عيب نسميها مستفيدة, عيب. هنا دكتور وسعادة السفير احنا عايزين نحط تعريفاتنا, احنا ثقافتنا, احنا فلسفتنا, احنا قيمنا, احنا لابد نثق في انفسنا. مشكلتنا ان احنا مش واثقين في نفسنا, مشكلتنا ان احنا محاربين او محاصرين بحرائق زي الام اللي مش عارفه تلم ولادها وبيتها بيقع. فاعتبروا ان كل واحد فينا هنا ام, الام اللي بتلملم الجراح وتضمد الجراح وتلم الأسرة, يبقى كل واحد فينا الغرفة دي. والطريقة اللي اتعمل بها الملتقى ده بالنسبة لكلكم هي طريقة إبداعية في إيه؟ في البركة, إن ربنا أصر إننا ننجح بإمكانيات أقل من محدودة, مشيئة الله سبحانه وتعالى. عشان كده الشكر موصول دائم لله. وحذاري ان احنا ننسى ان ربنا هو صاحب كل شيء. اسمها ايه؟ استغفروه انه إيه؟ اذا جاء نصر الله والفتح, رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, سبح بحمد ربك واستغفره وكان رسول. يدخل مكة متأطئ رأسه تواضعا لله في يوم النصر, وانتوا النهاردة بتؤطروا لعصر جديد. وانا أصر على هذا لأن انا مؤمن به, مش معنى ان انا مؤمن بيه ان انا بلزمكم,
انكم تعملوه. لكن انا اصر على هذا، ان انا اشعر ان احنا لابد ان نؤطر لعصر جديد، وكل واحد فينا يرى ان العمل الاجتماعي هو عمل اساسي في استمرار مسيرة الانبياء. لن نخجل من اننا نقول نحن تبع للانبياء. هنا بقى التبعية يا دكتور، يا دكتور إيهاب، انا تابع فعلا، بس تابع لمين؟ تابع لإبراهيم. تابع لمسيرة الانبياء. لكن الآخرين إن أصبحت أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم سيكون هم تبع لي. دي الرسالة لنا كلنا، إن تبعنا واتبعنا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم تبعنا الآخرين. بس بشكركم طبعا، ومعنا كيف أتحدث ونجومه تلألأت. ها؟ تعال يا عبد الرقيب. لا أستطيع أن أختم هذا اللقاء بدون الحكمة اليابانية. والإيمان اليماني عيب علينا. نتوقف الأخت تقول اليمن، عيب علينا دي اليمن، عيب علينا دي اليمن. تعرفوا اليمنيين يبقوا مين؟ أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم، أخواله اللي احنا شايفينهم بيتعمل فيهم الأفعيل. جزاك الله خير. وأنا اسمحوا لي قبل الرأس هذه المقامة ثلاثة، وأنا أعتقد إلى أنكم موافقون جميعا على هذه التقبيل الثلاثة. إخواني جميعا، نحن وقد ولانا الله عز وجل على هذا العمل الخيري هي منحة من الله عز وجل، فإن أحسننا الاستقبال استبقاها في أيدينا، وإن لم نحسن الاستقبال نزعها وأعطاها لناس آخر. لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم هذا المربي والعلم من أعلام العمل الخيري الذي يقدم نموذج للمربي المتواضع الذي يريد أن يعطي كل ما لديه للشباب ويورث الشباب. 25 سنة من حياتي في العمل الخيري حضرت مؤتمرات كثيرة، لكن لم أجد هذا التواضع وهذا التوريث، ولذلك نحن لا يسعنا إلا أن نقول للدكتور جزاك الله خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إخواني، الأحلام كثيرة، أنا عندي قائمة حلمت فيها، حلمت لا أستطيع أن أذكرها لكم الآن، سأقدمها للإخوة، لكن هذه الأحلام يوم من الأيام سوف تتحقق. أنا مع إخوان اليمنيين، وأقول لكم الوكالة اليمنية الدولية للتنمية حسنة من حسنات هذا الرجل. من أول خطوات ونحن اتصلنا بالدكتور هاني فلبى النداء من بريطانيا وجاء إلينا، وضعنا أسس هذه الوكالة على يديه. وبالتالي فلما تقولوا أين اليمن، أين اليمن؟ اليمن في حاضر ووجدان الدكتور هاني. أقول الأحلام كثيرة، لكن أنا وإخواني لما أسسنا مؤسسات في اليمن كنا نعتبرها أحلام ثم أصبحت حقائق. اليوم نحن فعلا نؤسس لعصر جديد. لا نستطيع أن نأتي بهذه الأحلام دفعة واحدة، ولكن فقه الأولويات مطلوب. قلت لسعادة السفير بعد ما انتهى، قلت له
أنا عضو المكتب التنفيذي في اتحاد المنظمات العالم الإسلامي 10 سنوات. ما رأيك بعد الملتقى أن نقابل أيوب أكبر الأمين العام الجديد ونحاول أن نفعل الموجود مثل ما ذكر الدكتور؟ فأنا أعتقد أن الموجود لو فعلناه سننطلق إن شاء الله تعالى انطلاقات كبيرة جدا منه. لا أطيل عليكم، فربما الذي استفدنا واستفدته أنا شخصيا من هذا الملتقى لم أكن أتوقعه، وفعلا أنا مع الدكتور سيد أنه أعاد لي كثير من المفاهيم للعمل الإنسان، وأستطيع أن أقول أنا اليوم مولود جديد في موضوع العمل الإنسان. سوف أخرج الحقيقة أشتغل على نفسي وأحاول بقدر الإمكان أن أصحح وأن أسدد الخلل. وبهذه المناسبة أنا أدعو إخواني اليمنيين أن نعمل العمل المشترك الذي من شأنه أن نستفيد من تجارب الآخرين لنساهم ليس في اليمن فقط بل نساهم في غيرها من البلدان. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا اللقاء، وقد اتصل بي بعض الإخوة من دول لما رأوا إعلانات الوكالة والمؤتمر قالوا لماذا لم تدعونا؟ احنا حريصين الحقيقة أن نحضر. قلنا لهم سامحونا الحقيقة الإمكانيات بسيطة، وكورونا أثر فينا كثير جدا على ميزانيتنا وإمكانياتنا، لكن عزاؤنا أنكم معنا في السوشيال ميديا، وأنا أدعو من خلالكم جميعا بعضا من الأعلام الذين لم يتسنى لهم الحضور ولهم دور بارز في العمل الخيري كرؤساء مؤسسات وشخصيات إلى الآن ما زالت تعمل وتعطي في كل مساحة وطننا العربي والإسلامي، أن نتداعى في مؤتمر نوعي وملتقى نوعي نتجاذب فيه مثل ما تجاذبنا اليوم أطراف الحديث عن هذه المسيرة الجديدة، لأنهم مثلما يتحرقون شوقا للتغيير سيكون لهم أيضا أثر كبير جدا لو انضمت جهودهم معنا. فنحن لا نستطيع الحقيقة أن نحقق أحلامنا وهي بهذه الضخامة إلا إذا وضعنا أيدينا في أيدي بعض. إنما المؤمن إخوة. يا رب أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، أسألك يا الله أن ترزقنا القبول والإخلاص، وأن تحسن خاتمتنا جميعا وخاتمة هذا العالم من أعلامنا. يا رب كما جمعتنا في هذا الملتقى اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى يا الله، وقنا شرور أنفسنا وألهمنا رشدنا يا رب. جزاكم الله خيرا.